بعد أن كان العديد من منتوجي الطماطم الصناعية بولاية الطارف يعتمدون الطرق التقليدية في عملية الجني، استبشر الفلاحون دخول ماكنة الجني الجديدة حيز الخدمة عبر مختلف حقول بلديات الطارف التي باتت مطلب الفلاحين. اليوم أصبحت هناك عصرنة حقيقية، سواء في عملية الجني بالماكينات الحاصدة أو طريقة الجني أو طريقة مكافحة الأعشاب الضارة والأمراض الفطرية. هذه العوامل تساعد في رفع من المردود. دخلوا ماكينات في البرودكسيون تاعهم، ما بقاش كيما لونسيان سيستيم تاع يخدموا دي كاباسيتي صغار، عادوا يخدموا مام يلحقوا في القطار حتى 1200 كانتو في القطار. كاميرا النهار وقفت على طريقة العمل بهذه الماكينة بحقول بلدية البسباس التي لا تتطلب جهدا كبيرا سوى سائق وثلاثة مرافقين لفرز المنتوج من على الماكينة إلى الرافعة، ومن ثم المساهمة في جني المنتوج في وقت قياسي. عندنا سائق وزوج وفرة ولا اللي نقيو شوية في سيجارة تقطع ولا طوب ولا حاجة، والحمد لله يعني نطلب من الدولة يعني يكون زيد تجيب لنا شوية للفلاحين الآخرين. فلاح في المكننا راح ينجح خير وخير. بار اكزومبل أنا نحي 1000 كاجو في النهار على 4000، شوف قدر السخان بصح بالماكينة راه يخسر عليها من 400000. هذا الموسم إن شاء الله تفوق 5 ملايين طن. مقارنة بالموسم الماضي اللي كانت 4 ملايين و400 طن في الموسم الكامل. المختصون في الشؤون الفلاحية عبروا عن ارتياحهم الكبير لدخول الماكينة الذكية حيز الخدمة في ظل توقعات ارتفاع نسبة الإنتاج إلى 5 مليون طن هذه السنة.